يقول: طلقت زوجتي عبر الهاتف من السعودية وهي في مصر، مع العلم أنها الطلقة الأولى، ثم جاءت إلى السعودية بعدها، ثم رديت اليمين هذا الظهر، فما حكم الشرع في الطلاق عبر الهاتف؟ طلاق يقع سواء بالهاتف أو بالمشافهة أو بالكتابة، يقع في الهاتف أو شافهتها وهي حاضرة أو كتبت لها، كله يقع. نعم.